شو يا زهير؟ ما بدك تركزي بقى وتروحي تدرسي؟ ماني مقدر. لا يا حبيبتي، لازم تقدري. صورة البابا ما عم تروح من بالي. بابا الله يرحمه كان عزيز علينا كلنا، بس هي إرادة ربنا. وانتي باقي على فحصك كم يوم، ما بدي معدلك ينزل إذا بنجح منيح. لا يا أختي، لا يا حبيبتي، لا تقولي هيك. هيك بتكوني عم تخافي إرادة بابا. يلا يا حبيبتي، روحي ركزي وقعدي ادرسي مشان تنجحي. يلا علينا معلم. شو بدي ساوي لك عدنان؟ انت ما بتعرف الظروف اللي مرينا فيها. رحمة الله عليك يا عم يوسف. الله يرحمك يا عم يوسف. الله كان ما في منه. الله يرحمه. الله يرحمه. وينك؟ روح على شغلك بسرعة. مصدقة إنه بابا راح. أنا مصدقة. كان ملك البيت. فجأة. لا يا حبيبتي. بابا علمنا الإيمان. وهي إرادة ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين نحن ما لازم نزعل. لأنه بابا كان مثال لكل شيء. مثال للحب، للإخلاص، ولكل شيء. بس هيك بابا كان أب وأخ وصديق وأم. أنا بتذكر لما ماما مرضت الله يرحمها، بابا ما فكر إنه يتجوز بس منشان يدير باله علينا. هلا قلي لي مين إلنا بعده؟ لا يا حبيبتي ما تقولي هيك، ربنا موجود. بعدين اصحك تفكري انه بيوم من الايام رح اتخلى عنك حتى بعد ما تتجوزي. انت بالنسبه الي اغلى من روحي يا نادر. يا حبيبتي انتي حبيبتي. شو عدنا؟ نعم علمي. ان شاء الله ما عم تهف الغله بغيابي. لا يا معلمي، ما انت عارفني ما بعملها. لك مشكلتي انا مالي فاضي لك الكم يوم. بدي اتفضل لخطيبتي واخواتها لاشوف شو اخرتها معه.
وينها؟ نعم معلمي. بدي فوت غيرها اوعي وصل لعنده خمس دقايق، دير بالك على المحل. ها حاضر معلمي. صباح الخير. اهلين. صباح النور. جماعة موجودين؟ ايه تفضل. خدي سهير، اشتهيت لكم الحليبات تازة. مسكي من ايدي. سخنين سخنين لساتهم تازة. اسلام. دياتك. عم صار شو بيطلع لنا من البيت. أهلين نادرة. أهلين سلمان. أهلين سامي خانم. أهلين وسهلين. تفضل. بدكم ما تأخذوني، يمكن اجيت بكير والوقت غير مناسب. لا أبدا يا سلمان، البيت بيتك. يسلم البيت وصحابه. على كل حال أنا اجيت لكم إذا بدكم شيء أو عاوزين شيء. تسلم يا سلمان، نحن مو ناقصنا شيء. بعدين السوق قريب، إذا بدي شيء بنزل بشتري. ما راح تنزل على السوق؟ لا يا سامي يا خانم لا. شو ما عاد في رجال؟ على كل حال اذا بدكم شيء امانه ها انا وصانعي تحت امركم. تسلم ان شاء الله. بعدين الحقيقه في موضوع بدي احكيه انا وخطيبتي نادرة. بخصوص شو؟ بخصوص شغلات كثيره. تفضل احكي. لا عفوا، مع خطيبتي. اسرار؟ لا أسرار ولا شيء، بس يعني شغلات خاصة. طيب شو بتحب تشرب؟ ولا شيء. ما بصير قهوة، شاي، زورات، بابونج، ليموناضة، أي شيء ما بتفرق. طيب نادرة. نعم أختي. بدي أحكي معك كلمتين. طيب عن إذنك سلمان. تفضلي. شو وقت واحد ما كان يحسن يحكي معها كلمتين وابوه عايش، شلون هلا؟ روح روح، الله يكون بعونك يا عديدي عادل، روح. شو في خطيبك؟ شبه جياته وروحاته لعنا بدون موعد، مو عاجبتني. بس هو خطيبي وناويين نتجوز. بعرف، بس انت عندك درس وما بدي شيء هيك عن فحصك. نادرة حبيبتي، يعني انت حاسة انه هو بحبك؟ ايه بحبني، وقال لي يا ريتنا تجوزنا قبل ما يموت البابا الله يرحمه. طيب لا تزعلي ان شاء الله. يا رب يا رب يكون شعوري من محل. تركوني كلهم وراحوا. اشو علي؟ كرمال عين تكرم مرجع عيون. تليفون يا جماعة. هلو. نعم. أهلين وسهلين. مين؟ لا أخي مو غلط. مين عم يحكي؟ أنا سلمان خطيب نادرة. مين حضرتها؟ أهلين سيد وائل. أهلين وسهلين. والله ما عرفتك من صوتك، بتعرف لأنه هي أول مرة بحكي معك على التليفون. يا ميت أهلين وسهلين. طمني كيف صحتك؟ شغلك شلونه؟ سيارتك تمام؟ شوف إذا بتحتاج شي سيد وائل أنا وكراجي تحت حسابك. ها إلى عيونك. إيه أهلين وسهلين. سهير؟ ايه لا لا موجودة. لحظة واحدة بس. ايه لحظة. لك اهلين بشواربك. لحظة. ها سهير؟ نادرة؟ ايوه. تليفون لسهير. يا سهير؟ وائل على الخط. اتفضل. شرفي.
شو اللي عم يصير؟ شو اللي عم يصير؟ يا نادرة يا حبيبتي، لا عم بعرف شو فيك ولا عم بعرف بحكي معك كلمتين. يو هينا قاعدين عم نحكي بهالطريقة، ما ممكن نرسم طريق لحياتنا. أنا يا نادرة عندي كلام كتير وبدي أقول لك إياه، بس ماني عرفان شلون. احكي. شو بدي أحكي يا نادرة؟ هلا نحن ما المفروض نطلع نشم هوا، نحكي، ننبسط؟ يعني أيام الخطبة مين المفروض تكون أحلى أيام؟ مزبوط سلمان، المفروض تكون أحلى أيام، بس يعني أنت عارف هلا ظرفنا. طيب شو رأيك اليوم نطلع نتغدى سوا؟ يو كيف نطلع نتغدى؟ بابا ما صار له زمان، لسه متوفي. طيب أنا شو ساوي؟ يعني ضل خاطبك بالاسم؟ معلش يا سلمان، أنت لازم تطول بالك وتقدر وضعنا. أنا بعرف مقدر يا نادرة، بس قلت لحالي نطلع بتغيري جو. عارفة يا سلمان، بس شو بيطلع بإيدي؟ اسمعي لقلك يا نادرة، بصراحة هلأ الوضع كتير تغير، يعني ببيتكم ما في رجال، فأنسب حل مشكلتنا أنه نتزوج بسرعة. إيه نحن رايحين نتجوز، بس مو هلأ. لا هلأ. شو معقولة؟ بكرة أو بعده، يعني بأسبوع بالكتير. أنا بصراحة ما عاد أصبر على الوضع. بس اسمعيني منيح نادرة، أنا بصراحة حاسس إنه إخواتك كلهم عم يتضايقوا من جيتي لهون. لا أبدا سلمان، شو هالحكي؟ بعرف مو أنت اللي متضايقة، إخواتك، ولذلك نحن أنسب شيء إنه نتزوج وبسرعة. طيب بس يا سلمان، البابا كان بده يانا نحن الثلاثة نتجوز مع بعضنا. اقنعيهم لنتجوز مع بعض، وإذا ما حسنتي تقنعيهم نحن لازم نتزوج خلال أسبوع بالكثير. ماني حابة أقعد بالبيت، ما بعرف ولا عم حب أدرس كمان. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. تفضل. شو هاد شاي؟ يسلم وديات، منيح ما سويت قهوه لانه معي عصبي صاير. تفضلي روحي. بايدك. لا يمكن والله، معقول اخذ قبلك؟ تفضل. يسلم وسامي يا خانوم. اهلا وسهلا، شرفت. شكرا. بصراحه يا سامي يا خانوم، انا حكيت موضوع مع خطيبتي نادره، بتمنى تناقشوه مع عدايلي وتردوا لي خبر اليوم المساء. موضوع شو؟ هلا بس روح بتحكي لك يا نادرة. خذوا الأستاذ عزمي اللي ما فهم شيء من الحسابات. حاضر. رحمة الله عليك يا عم يوسف. رحمة الله عليك. شو رأيك أختي؟ مو ممكن، مستحيل. طب ليش مو ممكن؟ لأنه مو معقول نفكر بهيك موضوع بهيك ظرف. معها حق، مو معقول نتجوز أبدا بهيك ظرف. طيب أنتو شو رأيكم يعني تعرضوا الموضوع على وائل وعادل وشوفوا شو رأيهم؟ حتى لو وافقوا أنا مو موافقة. ولا أنا، بس أنا موافقة. موافقة على وجهة نظر خطيبي، نحن صرنا بحاجة لرجال. بدك يعني نعمل فرح وغني ورقص؟ مو ضروري، مو ضروري اختي نعمل عرس، بنعمل فرح على السكيت. يا اختي كمان مو معقول نمرق فرحك هيك. يا اختي هذا عرسي وانا حرة فيه. لا يعني لا، حتى لو اضطرينا نفسخ خطبتك من سلمان. تفسخيها؟ ايه نفسخها. شو فيها يعني، انت اول وحدة ولا اخر وحدة؟ اذا ما وافق سلماني اشي بدنا نفسخ الخطبة، هذا هو المنطق. انا ما بدي هذا المنطق، أنا مقتنع بوجهة نظر خطيبي، إذا حبيتوا أنتوا تناقشوها، ناقشوها، ما حبيتوا أنتوا أحرار. شو صار لها؟ جنت؟ سلمان أكل عقلها؟ يا أختي لأنه المشكلة ما بتنحل بهالأسلوب. لكن شلون بدك تحليها؟ شو بعرفني؟ مثل ما قالت، نستشير عادل ووائل ونشوف شو بيقولوا. وائل موافق معي أكيد، بس أنت بقى أقنعي عادل. يا اختي ما بصير نحن هيك نقرر عنهم، لازم بالاول نستشيرهم وبعدين نحن منقرر. ايوه اهلا سامية، كيفك؟ طمنيني عنكم، شو اخباركم؟ لو سمحت عاوزينك بموضوع. لا ان شاء الله خير.
تقدر تجي اليوم المساء؟ اكيد بمر المساء، بس شغلتيني، ان شاء الله البنات مصير معهم شيء. طيب بس على شرط بجيب معي عشاء ونتعشى سوا. سامية انا مالي غريب، اتفقنا خلاص؟ طيب مع السلامة. مع السلامة. شو قال جاي؟ ايه جاي، احكي مع وائل خليه يجي. طيب 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 انا هلا بجي على الموقع، يعني ما بتقدروا تحلوا شيء الا ما تعذبوني. طيب طيب لا خلص ما بتاخر، مع السلامه. الو، مع مين كنت عم تحكي؟ اللي ساعه عم بتصل فيك والخط مشغول. في مشكله بالموقع ولازم اطلع فورا، ما في حدا غير يحلها. طيب 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 اوكي خلص. طيب المساء بجي لعندكم ولا يهمك، تحت امرك يا ستي، مع السلامة. ليش قاعدة هون؟ لأنها أحلى قاعدة، على قليلة بتذكر الأيام الحلوة اللي كنا عايشينها مع البابا الله يرحمه. بتذكر انه ما كان يرفض لنا طلب. يعني زعلانه مني؟ انا ما بزعل منك اختي، انا زعلانه من الوضع اللي نحن عايشينه. انا ما كنت متخيله انه المشاكل كلها رح تجي بهالسرعه. معلش يا اختي، هلا رح يجوا عادل لوائل ورح نتناقش بالموضوع، واذا وصلنا لنتيجه انه لازم تتجوزي خلص انا ما عندي مانع. اكيد اختي. ولو يا نادره، ليش في بالعاده اكذب عليكي؟ تسلمي لي، تسلمي لي يا رب. بعدين يا اختي باقي على امتحاناتك شوي، وانا ما بدي اياكي تلتهي باي شيء، حتى اذا وافقنا او رفضنا، بدي اياكي تدرسي وتنجحي. لا اختي اطمني، من هالناحيه انا دائما مستعده، يعني مالي ملتحقه ولا على اي درس، ما علي غير اني راجع مراجعه سريعه وخلص. طيب ان شاء الله يا اختي، روحي هلا خدي كتابك وقعدي ادرسي بغرفتك. ماشي. يلا. مرحبا. لا نسيت عادي، اهلين وسهلين. كيفك؟ والله الحمد لله. مش لا ضوك شاعل، شو ليش ما طلعت؟ انا مالي طالع سيد عادي، انتوا طلعوا لفوق وشو ما بيصير معكم خبروني بالنتيجه. نتيجه شو؟ ليش ما حكوا لك؟ انا خبرت نادره تليفون وقالت لي انه انت والسيد وائل جايين مشان تحكوا بالموضوع، بس شايف لك سيد وائل تاخر. مو مشكله، طلع ما في موعد بيجي. ماشي، لكن طلع وخبرني بالنتيجه، انا على نار سيد عادي. لا ماشي الحال. طب يلا بالاذن. الله معك، مع السلامه. بالسلامة. ماشي، كله كرمالك يا ندورتي. شو عليه؟ نتحمل. السلام عليكم. اهلا. وين تاخرت؟ تاخرت سيد وائل؟ لا لسه. شو مو طالع انت؟ انا مالي طالع، هلا سيد عادل سبقك. طيب يلا عن اذنك. ماشي، الله معك، مع السلامة. مرحبا. اهلين مرحبتين. ليش تاخرت؟ قلت لك على التليفون كان عندي مشكله بالموقع. وانحلت؟ الحمد لله. ايه الحمد لله. مرحبا. اهلا. اهلين. كيفك؟ الحمد لله. تفضل ارتاح. ايه يا جماعه شو الموضوع؟ سلمان مستني نجتمع. طيب بعد اذنكم لحظه. نادره. نادرة. أيوة أختي. طيب قاعدي معنا. طيب مثل اللي عم يستنى مرته لتلات. وهذا كل الموضوع، شو رأيكم؟ ما بدها شو رأيكم، المسألة منتهية، مو هيك وائل؟ بالأول خلونا نسمع وجهة نظر صاحبة العلاقة.
إذا أنتم ما بدكم تتجوزوا هلأ فأنا خطيبي مستعجل. طيب ودراستك؟ بس هذا الحكي نحن متفقين عليه من زمان، والبابا اتفق مع سلمان إنه يخليني أكمل تعليمي. هو مستعجل لهالدرجة هاي؟ ما بيقدر يصبر له شوي؟ لا، على العموم خلينا نشوف الرجال ونحكي معه، بركي قدرنا نقنعه بتأجيل الزواج. لا، أنا ما بظن إنه يقتنع. ليش على كيفه؟ لو سمحتي يا سهير خلينا نحكي بهدوء. شو أنتي مو سمعتيها؟ بدها تحرجنا قدام الناس وتتجوزوا هلا، وكله مشان شو؟ مشان خاطر استاذ سلمان؟ لا يا ستي، هو اللي لازم يرضخ لشروطنا، واذا ما عجبه الله معه. شو يعني الله معه؟ تفسخ الخطبه؟ ايه تفسخ الخطبه، شو فيها يعني؟ هذا مو حل، بعدين مو انت اللي بتقرري، نادره هي المعنيه بالموضوع وهي اللي بتقرر. نادره عقلها صغير وجاهله. لو سمحتي يا سهير. ايه يا عادل، شو رايك؟ انا عم فكر نحكي مع سلمان ونحاول نقنعه بتاجيل الزواج شوي. إذا ما اقتنع خليهم يتزوجوا ونتكل على الله. هاد مو حل. أنا موافق على رأي عادل. هيك بهالبساطة بتوافق؟ بما أنه أبوكي الله يرحمه وافق على سلمان وكمان نادرة موافقة عليه، فأنا ماني شايف أي داعي للتأخير. بابا الله يرحمه وافق على سلمان لأنه كان مريض وبده يطمن علينا، بس هلأ بعد اللي صار لازم يتغير كل الوضع. شو هالحكي اللي عم تحكيه يا سهير؟ هاي هي الحقيقة، سلمان مو من مستوانا، بعدين لانه متعلم وميكانيكي وما عنده اتيكيت بالتعامل، شو اللي بيغصبنا عليه؟ انت مالك حق بهيك حكي، طالما نادرة موافقة ومقتنعة فيه. على شو مقتنعة؟ الاقتناع بده مقاييس، وسلمان ما بيتمتع بأي مقياس من هالمقاييس. لا يا سهير، أنا مو معك بالحكي. سلمان مو عيبه إنه مو متعلم، بكفي إنه رجل شغيل وكسيب وفاتح محل، بعدين بكفي إنه حابب أختك ومتعلق فيها ومصر عليها. إيه؟ لأنه أختي نادرة أحسن منه بمليون مرة، وإذا هو من هلأ عم يتعامل معها بتخلف عم يفرض رأيه، بقى كيف بكرة بعد الزواج؟ على العموم خلينا نشوف الرجال ونحكي معه، بركي قدرنا نقنعه بتأجيل الزواج. إيه، يا ريت تقنعه يحل عنا وينسى الموضوع. بكفي بقى يا سهير، لو بابا موجود الله يرحمه كان ما خلاكي تتمادي كل هالقد، على القليل احترمي مشاعر أختك. تصطفلوا، أنا قلت رأيي وأنتوا أحرار. يعني لو كان اجتماع بهيئة الأمم كان خلاص. ها بشر سيد عادل، بشر. مرحبا. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين، والله على نار قاعد. أخي أنا جاي لحتى أحكي معك بالموضوع. مندوب على العيلة يعني؟ إيه شو عليه؟ تفضل. يعني عم نقترح إنه نأجل العرس كم يوم. كم يوم سيد عادل؟ يعني قديش؟ يعني أنت شايف ظروفنا صعبة شوي هلا. شوف سيد عادل، أنا بصراحة بدي أحاكيك بمنتهى الصراحة ومن جوا، أنا فهمت نادرة كل شيء، إنه ظروفي ما بتسمح بنوب إني أجل العرس، بس أنا مشان ما تقولوا إني أنا مالي متعاون معكم، مستعد أجل العرس لحتى تخلص نادرة فحصها. شو قلنا؟ طيب غير هيك؟ والله غير هيك ما عندي، وإذا ما بدهم كل واحد يروح بحال سبيله أخي. طيب مو مشكلة، أنا هلا بحكي معهم وفهمهم الوضع تماما. يلا شرف. يا هلا أنت عيني ها؟ اسلم لي هالوش يا حق. لكن دقيقة بغير أوعي بروح معاه. ماشي يلا. مساء الخير سامي يا خانو. أهلا سلمان، تفضل. شكرا. مساء الخير. كيفك نادرة؟ مساء الخير. أهلين. كيفك سيد وائل؟ تفضل تفضل. شكرا. خلص يا جماعة، ما في داعي لتأجيل الموضوع. سلمان مصمم على الزواج بأقرب فرصة، يعني مجرد ما تخلص نادرة امتحانها. ماشي، أنا موافقة. وأنا من رأي نادرة وسلمان. خلص، نعمل العرس على السكيت، وألف مبروك. شو رأيك يا سامية؟ ما راح يكون مخالف لرأيكم. إن شاء الله ألف مبروك. شيلي يلي بإيدك أمي مشان أتعشى. شو آخر شي توصلت له؟ أختك رح تتجوز بعد الامتحانات. هاد اسمه كلام فاضي، أنا مو ممكن وافي على هالشي. نحن ما لازم نوقف بطريق سعادتها، نحن لازم نكون واقفين جنبها. منكون جنبها لما هي تكون جنب حالها، بس هي الظاهر نسيت إنه البابا ما قاله زمان ميت. قولك وطي صوتك، وطي صوتك، عنا ناس. الزواج رح يكون على السكيت، يعني لا في حفلة ولا في شي. بعدين إذا هي مصممة على سلمان خلاص نتخلى عنها.
انت حره، بس انا ما حاحضر عرسها. طيب يا اختي طيب، هلا مو وقت النقاش، عنا ناس، امشي خلينا نتعشى. لك يا اختي الله يخليكي، لك اذا مو مشاني مشان خطيبك اللي قاعد برا. قومي الله يرضى عليكي، قومي. تفضل. اهلا اهلا اهلا. اعطي دول استاذ عزمي. اهلا اهلا. مرحبا. كيفك؟ الحمد لله. جيب لنا قهوه بطريقك يرضى عليه. تفضل شريف. عدم مؤاخذه بس ما اكون ازعجتك. بالعكس، يا اهلا وسهلا بيك. طمني شو اخبارك؟ كيف الشغل معك؟ كله تمام. يا عادل ما بعرف اذا اللي عملناه كان صح ولا غلط. بخصوص شو؟ سلمان. انا عندي احساس انه كلام سهير بمحله. وائل، ما تشوف الناس بمنظار معين، يعني سلمان بجوز اذا عاشرته تلاقي فيه جوانب كثير منيحه. يا عادل انا خايف يكون عمي الله يرحمه تسرع بالموافقه عليه. انا معك باحساسك بالمسؤوليه تجاه البنات، باعتبارك انت ابن خالتهم واقرب واحد لهم. بس انا بشوف سلمان وبتفهم معه وبوصيه يدير باله على نادرة. عمي الله يرحمه كان عنده احساس باللي رح يصير، مشان هيك فضل قبل ما يدخل على المستشفى انه يطمن على بناته. والحمد لله اطمن. نحن هلا معهم رح ندير بالنا عليهم. بالمناسبة شو رأيك نعمل مثل سلمان ونسرع زواجنا؟ لا سيدي كله إلا هيك، ما شفت سهير شو ساوت مشان نادرة، فكيف إذا نعرض عليها الموضوع؟ وأنا متأكد إنه سامية كمان ما ممكن توافق. يا سيدي مثلي مثلك لازم تطول بالك. بتعرف وائل، قبل ما أتقدم لخطبة سامية مريت التجربة بحياتي كثير قاسية. طلعت منها يمكن معقد من النساء وحاسس إنه ما في ولا امرأة بالعالم بتستاهل إني أوهبها كل عمري. بعدين تأكدت اني كنت غلطان. لما تعرفت على سامية حسيت حالي عم حب الدنيا من جديد، عم حب اعيش. حسيت بسعادة حقيقية، لما وافقت حسيت حالي كأني ولدت من جديد. يا سلام، معك حق. سامية كبيرة كثير. وهي المسؤولة عنهم من لما ماتت خالتي الله يرحمها. الله يرحمه عمي، كان دائما يحكي لي عنها. حبيتها قبل ما اشوفها. بس بعد ما شفتها حبيتها أكثر. بتمنى لكم التوفيق. مشان تنجحي. صدقيني يا سام ما ممكن، انا عم بدرس كله هذا بس لاني وعدتك. لا يا اختي انا ما بدي تدرسي مشاني، بدي تدرسي مشانك انت، مشان مستقبلك. ما بتعرفي الايام شو مخبيت لك. هلا قليلي الست سهير بدها تضل زعلانه مني؟ وليش لحتى تزعل مني؟ طيب ليش ما عم تقعد معي؟ اذا هي قاعده موقف من سلمان انا ما خصني، ما غلطت معها. يا اختي ومين قال انك غلطتي؟ بس انت بتعرفي عقل اختك الله يسامحها. معلش اختي انت لا تحطي ببالك، وهي رح تجي لعندك وتعتذر منك. اختي انا كل اللي بيهمني انه نحن ثلاثه ما نزعل من بعض، لانه بالنهايه ما قلنا حدا غير بعض. اكيد، وهي اكيد بتعرف هالشيء. ماشي. قولي لي اختي، انت حكيتي شيء مع سلمان مشان المهر؟ ليش؟ هو البابا ما حكى معه؟ ما انت بتعرف الظروف اللي صارت. على كل انت شو حابه؟ اختي شو هالسؤال؟ ما بعرف، مثلي مثل كل هالبنات، يعني انا ما بدي شيء زايد. طيب اختي انا رح احكي مع وائل ابن خالتي وخلي هو يتفاهم معه، شو رايك؟ مثل ما بدك اختي. طيب اختي انت عادي ادرسي. ماشي يلا. انتهى الزمان، اسمح يا جميل.
خير. شرف اخي شرف. شرف يا ميد، اهلين وسهلين. شو هالست وائل على وقت الضيوف؟ يا ميد اهلين وسهلين. شو هالزياره المفاجاه الحلوه هاي؟ الله يسلمك اخي. انا هلا عامل شاي، شو رايك تشرب معي كاسه شاي؟ اكرك عجاب. اذا ما تحت ايديك ما عندي مانع. ايه مو على عين تاني، لحظه واحده بس. تفضل. يا ميت اهلين وسهلين سيد وائل. اهلين فيك. يا ميت اهلين وسهلين. هلا انا هي صاببها لحالي. ها خلي عنك سيد وائل. بسيطة بسيطة. ها يا سلمان بدي احكي معك بموضوع فوضوني فيه البنات. شو علي سيد وائل؟ على كل حال الله بيعلم قديش انت غالي علي. تسلم تسلم. بس اوعى تقول لي انه اجلنا العرس. لا لا ما في تاجيل. لك شو الموضوع؟ يعني النقد وتوابه. قلت لي النقد وتوابعه. هو انا بالحقيقه ما حكيت هالموضوع مع عمي الله يرحمه بنوب، بس هو للامانه والتاريخ قال لي نحن بدنا نصاير رجال. ونحن ما قلنا شيء، بس بيبقى النقد من حق الزوجه. ايه؟ شو عليه سيد وائل؟ انتوا فصلوا وانا بالبيس، وشو ما بتأمر نادرة على عيني وراسي. 50,000 متقدم و50,000 متأخر. بس انت بتعرف سيد وائل اني انا مجهز البيت وكامل مكمل هلا، يعني مو ناقصه غير جاية العروس. لا ايش هالخمسينات هي ماني فاهمها. الله يزيد ويبارك، بس هذا الموضوع بيبقى من حق الزوجة وبالمستقبل رح يكون من نصيب ولادكم. انا شايف لك انه هالجوازة رح تسبب لي وجع راس. يعني لو كان عمي عايش الله يرحمه ما كان صار كل هالشي. يعني هلا بلا منقودية سيد وائل، انت ولا السيد عادل شو بتفرقوا عني؟ ولا لانه لابسين طقومة متعلمين؟ بس انا كمان رجال كسيب وزقرت وعدل. يا سلمان ما حدا عم يقول عنا غير هيك، وهذا الموضوع مو لازم يضايقك بنوب، لانه من حق الانسان اللي بدها تصير زوجتك وام ولادك. طيب شو معنات هالحكي؟ أنو حكي؟ بدك يانا نستغل ظروف البنات وناكل عليهم حقوقهم؟ شو حقوقهم ما حقوقهم انت التاني؟ يعني هلا وقتي اللي بدها تصير مرتي ما راح اصرف عليها؟ بعدين معقول يعني يا سيد وائل يكون معي وابخل عليها لا سمح الله؟ هاد شي والنقد شي تاني. أنا بالنسبة إلي ما راح أدفع غير 25,000، وهذا المتأخر مو ضروري. بس هاد مو حكي اخي، انا هادي اللي عندي. شفتوا اجاكم كلامي؟ قلت لكم هاد واحد ما في ريحه الدم ما صدقتوني. اذا من اولها بده ياكل عليها المهر شو بده يساوي بعدين؟ يا سهير التفاهم ما بصير بهي الطريقه. اي تفاهم يا وائل؟ هاد ما بيمشي الحال معه بالتفاهم. هاد واحد حرام ينقال عنه بني ادم اصلا. سهير بكفي، انا ما بسمح لك تحكي عليه هيك. وانت ليش عم تدافع عنه؟ لاني انا رضيانه فيه ومقتنعه. اختي هلا ولا بعدين انا رح اعيش ببيته. بعدين هو وعدني انه ماله رح يبخل علي ومش رح يقصر معي، وبعدين بكفي انه بيحبني. يا اختي يا حبيبتي المهر من حقك، واذا بيحبك فعلا ما بيبخل عليكي. يا اختي يا اختي انا رضيانه، انا رضيانه وشايفه كلامه مزبوط. انا مالي عرفانه انتوا ليش ما بدكم هالزواج يتم. لك انا ما عم بقدر استوعبه انه هو على شو شايف حاله؟ ايه هو لازم يحمد ربه 100 مره اللي وافقنا نناسبه. انت بالذات ما تتدخلي. ايه تصطف لي انت وياه، الحق علي اللي عتلاني همك. انا رضيانه ومقتنعه. نحن ما قلنا شيء يا اختي، بس كل شيء بالمنطق، وسلمان هلا ما معه حق. يا اختي معه حق ولا ما معه حق؟ خلص انا موافقه. بشر على نار. انا الحقيقه يا سيد سلمان مبروك. اكيد الله يبارك الله يبارك الله يبارك.
احلى سيد وائل، احلى خبريه سمعتها بعمري. بس يا سلمان هذه الموافقه اجت من نادره لانها بتحبك. وانا بحبها، ربي شهيد علي كمان. ويا سلمان انا بدي نبهك انه انت ما لازم تنسى انه نادره بتبقى بنت خالتي. ايه الله يخليكم لبعض، انا حكيت غير هيك. وبتمنى انك تسعدها ولا تنسى وعدك لعمي الله يرحمه انك تخليها تكمل دراستها. صدقني لحطها جوات قلبي وعيوني كمان. هذا امنا. اتفضل سيد وائل. لا معلش ما بصير. لا لا عندي شغل لازم اروح. ما بصير سيد وائل، خمس دقائق نص دقيقة شي شغلة بس. اهلين وسهلين، شرفت، شكرا كثير سيد وائل، الله معك. بابا يا سلام، انا اسعد واحد بالعالم اليوم. صباح الخير. شفتيها بعينك؟ شفتيها؟ صبحت عليها ما ردت علي. معلش يا اختي كل شيء بينحل، لا تفكري بشيء ولا تحطي شيء ببالك غير دراستك. يلا عادي افطري. يلا يا سهير. سهير انت ما كان لازم تتدخل بهالموضوع. يا سهير انا قبل ما اكون خطيبك انا ابن خالتك وبحس بالمسؤوليه تجاهكم. لو بتحس بالمسؤوليه عن جد ما كنت وافق الراي، كنت خليها تعترض وغصبا عنها كمان. يا سهير هذا الاسلوب غلط. لا مو غلط. انا مقدر غيرتك على اختك وبعرف انك بتتمني لها واحد احسن، بس كل شيء اسمه نصيب، اذا هي موافقه فخلاص. هيك بهالبساطه خلاص؟ يا سهير هي اول مره بعمري بشوفك بهي الحده. انا هيك مقتنعه وهيك رايي. بس انا ماني مقتنع. انت خطيبي ولازم تكون معي. لما بيكون كلامك صح بكون معك. كلامي صح؟ يعني بفهم من كلامك انك ما رح تحضري العرس؟ لا انا ولا انت حنحضر العرس. لا يا ستي رجاء لا تفرضي رايك علي، خاصه اذا كان مو منيح. لك لسه هلا ما لبستي؟ قومي تأخر على كتب الكتاب. ايه تأخر وشو بدي ساوي لكم؟ شو يعني؟ معقولة ما تحضري؟ لا ما بدي احضر. شو بدها تقول اختك اذا ما شافتك جنبها؟ تقول اللي بدها اياه، ويا ستي انا ما بدي اياها تحضر فرحي كمان. شو هالحكي؟ طيب وائل شو رأيه؟ وائل اقتنع، انا اقنعته بوجهة نظري. غريب؟ ليش غريب؟ شو فكرتي مثل سلمان؟ انا ووائل متفقين كل واحد يحترم وجهه نظر الثاني. طيب يا اختي معلش الله يرضى عليكي، ما بدنا الناس تحكي علينا. تحكي الناس، انا شو بيهمني؟ ما بيهمني كلام الناس. ما بيهمك كلام الناس؟ طيب على كل حال نحن تاخرنا على كتب الكتاب، ولو ما هيك كان لي معك حساب ثاني. حساب؟ شو يعني بدك تضربيني؟ اضربيني لشوف. لا ما راح اضربك، بس كنت على القليل مفكرتك بتحبيني وبتحبي اختك. أنا يا دوب بحب حالي. يا ميت أهلين وسهلين، شرفي روحي شرفي شرفي. أهلين فيك يا عروس. صدقيني هلا رح تنور البيت. شو روحي؟ مستحية؟ أهلين بدورتي. هو صعيد بيت متواضع، بس صدقيني بوجودي رح ينملى حب وسعادة. شو رأيك بدورتي؟ فرجيكي على البيت. ايه شرفي من روحي شرفي شرفي يا نادرة الوجود، شرفي روحي شرفي. كنت متأملة لآخر لحظة تجي وتحضري فرح أختك. أنا إذا بقول شغلة ما بقعد بتراجع عنها. بس نحن بهيك ظروف كان لازم نحسسها إنه واقفين جنبها وما تخلينا عنها. شوفي سامية أنا مالي فاضية للمحاضرات، بدي أحضر الفيلم. ما كنت متخيلة إنه قلبك قاسي لهالدرجة. أنا قلبي مو قاسي، بس أنا عندي مبدأ. اللي بيواجبني بواجبه، واللي بيحترم رأيي بحترم رأيه، بس هي أختك نادرة بدها تمشي علينا رأي واحد متخلف، أنا ما برضى بهالشيء. طيب سهير حبيبتي. كرمال خاطري شو رايك بكره نروح لعند الصبح ونبارك لي انا وانت؟ لا تقنعيني، روحي انت لحالك. معلش انا ما بدي اروح. طيب
طيب واذا سالت عني؟ يا ستي قولي للي بيجي على بالك، مو مشكله. لدورتي شو عم تساوي؟ داخلني لحالي ها؟ شلون روحي؟ مبسوطة؟ أكيد مبسوطة لأني رح أكون جنبك. الله يقدرني اني اسعدك وهنيكي، بس في كم شغله بدي اقول لك عليهم بتمنى انك تنفذيهم بدون جدال. من عيوني انت بتأمر. اولا طالعه من البيت لحالك ما بدي، ثانيا التليفون ما بتردي عليه، ثالثا الباب ما بتفتحي لحدا. طيب بجوز يجوا اخواتي؟ يا ريت ما يجوا الا اذا قالوا لنا. ولك علي ما خليك تملي بنوب، رح اخذك سيارين وشممك الهوا وين ما بدك. شو شايفك نقرأتي؟ لا ما في شيء، بس اذا انا اشتقت لاخواتي ما بدي اروح اشوفهم؟ لو كان امك وابوك عايشين الله يرحمهم بقول معك حق، وبعدين اخواتك وقت اللي بدهم يجوا انا بجيب لك اياهم. انا قصدي من هالكلام يا ندورتي انه نعيش حياتنا بدون وجع راس، يعني ما بدي حدا يتدخل بيناتنا بنوب. انت شفتي بعينك اختك سهير شلون بتعاملني من وقت ما خطبتك لهلا. بعدين شو بدي اقول لك، في شغله كثير مهمه نسيت اقول لك عليها. انا كل يوم بحب اتعشى طبخ وما بتكتري، كل يوم بيومه لاني بحب اتعشى تازه. شي؟ ايه بدي مصاري. تكرم عينك، قديش بدك؟ شي 200 ليرة. إذا ما معك باخذ من وائل. لا، لا تطلبي من وائل. ليه شو فيها؟ وائل خطيبي. وأنا أختك ومسؤولة عنك، شرفي. بس هيك ما حيضل معك شي. معلش، أنا بدبر حالي. على فكرة، أنا بدي أقول له لعادل مشان تعويض بابا. أصحك تفتحي الموضوع مع عادل. ليه بقى؟ البابا قضى عمره عم يشتغل بمعمله. بعرف، بس هو رح يعطينا مصاري لحال. اقولك قديش بيطلع لك الوحدة؟ ليش نحن صار في بيناتنا قسمه؟ لا يعني، بس انت بتعرفي انا مصاريفي كتيرة وانا تحت امرك، بس يعني فكري انه نحط المصاري بالبنك وكل وحدة قد ما بدها بتسحب. لا اختي معلش، خلي كل وحدة تاخذ نصيبها احسن. باي. يا فتاح يا رزاق يا كريم. إيه ما بيعرفوني إني عريس، مين اللي جاي يقرص يا حديك؟ صباح الخير سامي. صباح النور. إن شاء الله ألف مبروك. أهلين سامي يا خالد، الله يبارك فيك. يا رب. الله يحفظك يا حق. تفضل. ليش غلبتي حالك سامي يا خالد؟ ما في لا غلبي ولا شيء، ما في شيء مواجه. الله يسلم الديات. شو وين نادرة لسه ما فائق؟ لحظة واحدة بس. نادرة، ندورتي، تعي وجهة أختك سامية. أهلين أختي. صباح الخير نادرة.
شاء الله الف مبروك. الله يهنيك. عقبالي. الله يسلمك يا رب. تفضلي فيك اختي. الحمد لله الحمد لله. تفضلي سامية خانم تفضلي. شو تفضلي اختي تفضلي. اهلين وسهلين. ما في الا صباح الخير. صباح الخير. صباح النور يا حق. قصيدة. يا الله قديش إلي زمان ما كتبت. الله يرحمك يا عمي. هي كانت رغبتك. ألو أيوة. وائل صباح الخير. سهير مين لكان؟ كيفك؟ مليت من الدراسة. بدك تكون مشغول؟ يا ستي العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. كيف استعدادك للامتحان؟ ليك ديري بالك إذا سقطتي بيكون مستقبلك المطبخ. نعم؟ إيه أنا أول شي ما بعرف أعمل شي بالمطبخ. تاني شي أنا بس أتجوز بدي لفايتين مو وحدة، وحدة مشان طبخ وحدة مشان تنظيف. وتالتا شو هو؟ ثالثاً أنا بس أتخرج بدي روح أدرس بلندن. وهالمعدل إمتى نتجوز؟ إذا بدك نتجوز هلأ وبالمرة منقضي شهر العسل هنيك. أنت بتعرف لندن درست فيها. طيب طيب ممكن أقعد معك شهر شهرين وبعدين بدي أرجع. وشو ممكن تساوي؟ إيه شو فيها بدرس لحالي. أنت ما درست لحالك ولا اللي مسمح لك ما مسمح لي. بلا تخلف. طيب يا سهير طيب خلص منحكي بعدين عندي شوية شغل. مع السلامة. ايديك يا اختي. ايديك يا ان شاء الله بنركض لك بفرحك. تسلمي ان شاء الله بوجودكم. الله يسلم مديات يا ساميه خانم. صحتك. حياة شو ظريف كثير. منين جبتيها؟ بطيب. كل زهري كل صحتين. قدرتي؟ كلي اختي كلي. كلي ان شاء الله صحتين وهنا. وايديك. بس ان شاء الله اختك ناطره بتعرف تطبخ. نص نص. طالما اختك ساميه خانم اليوم عنا فعاوني انت وياها. تكرم عينك صهري. ايه لاني انا بدي اصل مشوار. يوه بدك تروح اليوم كمان تداوي؟ عندي مشوار صغير بخلصه وبرجع لك مثل البرد. ماشي. ان شاء الله صحتين وهنا. تفضلي ساميه خانم من ايدي. لا يسلموا. ما بصير. طيب شكرا. اهلا وسهلا ومرحبا. يلا انا بسمحوا لي. الله معك صهري. ايه اختي خبريني ان شاء الله مبسوطه. الحمد لله. يعني مرتاحة أختي؟ إن شاء الله دايماً يا رب. تسلمي. الله يخلي لي إياكي. يلا أختي كلي.